في بداية الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد. تواجد رسميا اللاعب الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول في القائمة المختصرة للمرشحين لأفضل لاعب في العالم لعام 2019 من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا. صلاح للموسم الثاني على التوالي واصل تألقه في الدوري الإنجليزي الممتاز وتوج هدافا للبريمير ليج برصيد 22 هدفا مناصفة مع ساديو ماني زميله في الفريق وبيير إمريك أوباميانغ مهاجم أرسنال. وقاد صلاح كذلك ليفربول للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا بإحرازه لهدف من ركلة جزاء في النهائي أمام توتنهام هوتسبور في المباراة التي فاز بها الريدز بهدفين نظيفين ليساهم في تتويج ليفربول بأول ألقابه منذ 7 سنوات. ويذكر أن تلك المرة الثانية على التوالي التي يترشح فيها صلاح لتلك الجائزة حيث ترشح لها في العام الماضي وتواجد في القائمة المختصرة لأفضل 3 لاعبين التي توج بها في النهاية لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد بعد منافسة مع كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي.